خلينا اروح لحضراتكم او مع حضراتكم لموضوع ثالث، لان عندنا مواضيع كتيرة الحقيقه. انا ما عنديش مشكله ان حد يفرح او حد يتبسط، لانه بقاله كتير ما فرحش او ما اتبسطش، فبيطلع دايما كل اللي جواه. ولكن ان انت عشان تفرح تغلط في النادي الاهلي، محدش هيقبل بهذا الامر، محدش هيقبل بهذا الامر. اذا كنت عايز تفرح افرح اتبسط، خصوصا اذا كان الامر واضح وصريح على فيديوهات على السوشيال ميديا من امبارح للنهارده، زي ما حضراتكم شفتوا امبارح او على السوشيال ميديا من امبارح للنهارده فيديوهات كثيره جدا بعد نهايه المباراه اللي فاز فيها نادي الزمالك على نادي نادي المباراه كانت امبارح نادي الزمالك مع الانتاج الحربي وفاز فيها 2-0. بعد المباراه من حق كل واحد يفرح، ما عنديش مشكله خالص. احنا كل يوم بنفرح، او في خلال الثمان شهور اللي فاتوا كل شهرين بنفرح. يعني حتى فرحه الدوري بالمناسبه، كمان فرحه الدوري بالنسبه لنا او بالنسبه للعيبه اللي كانت بتلعب، كانت بتاخد الدوري وبتروح، بنفرح وبنتبسط مع اهلنا ومع اصحابنا ومع زمايلنا، والموضوع عدى ونخش في اللي بعده. ونقطة ومن أول السطر تاني، لأن في دوري تاني وفي بطولة أفريقية تاني وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ولكن محدش هيقبل باللي بيحصل، محدش هيقبل باللي بيحصل، محدش هيقبل إن حضرتك عشان تفرح تغلط في النادي الأهلي، محدش هيقبل بهذا الكلام. والحقيقة ولكل مقال مقام، ولكل مقام مقال. اللي هيحصل الفترة اللي جاية لازم يبقى فيه وقفة كبيرة جدا من اتحاد كرة القدم للي احنا شفناه امبارح على كل. وبعدين مش انا اللي شفت ومش انا اللي صورت، ده الناس مصورة وحاطة على السوشيال ميديا عادي، وخارجة من مدرجات نادي الزمالك نفسه. وبالتالي ما ينفعش ان انت وانت بتحتفل تغلط في جمهور النادي الاهلي، ما ينفعش. جمهور النادي الاهلي ده خط احمر، ما ينفعش. وخصوصا اذا كان هناك بعض اللاعبين موجودين في هذه الفرحة، ما ينفعش. الكلام اللي حضراتكم او اللي اتعمل امبارح ده كلام لا يصح. وهننتظر رد اتحاد كرة القدم، انا شخصيا هنتظر. يعني انا بتكلم بنيابة عن نفسي، انا بتكلم بنيابة عن نفسي، انا شخصيا هنتظر رد اتحاد كرة القدم في اللي حصل امبارح، ونشوف ايه اللي هيحصل.